السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات CCNA. إن شاء الله في الحلقة بتاعت النهاردة هنتكلم عن جزء مهم جدا من CCNA وهو الراوتينج. كنا ابتديناه المرة اللي فاتت كده خفيف قوي في شابتر 15، وإن شاء الله هنتكلم المرة دي عن شابتر 16 وهو بيتكلم عن إيه اللوجيك بتاع الراوتينج، يعني ايه فكرة الراوتينج وبيشتغل ازاي، وعن حاجة اسمها استاتيك راوتينج. قبل ما نبتدي، لو انت لسه مشتركتش في القناة اشترك، فعل زر التنبيهات، اعمل لايك وشير للفيديوهات. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي، هنتكلم عن ايه في الجزء دوت. هنتكلم عن الاي بي راوتينج، هنتكلم عن حاجة اسمها كونكتد روتس، هنتكلم عن استاتيك راوتينج، وهنتكلم عن كونسبت كده مهم قوي، ازاي الراوتر بيعمل فورواردنج للباكتس. اوكي، اول حاجه هو هنا بيتكلم عن هوست راوتنج لوجيك سمري. يعني ايه؟ يعني الهوست اللي هو البي سي بيعمل راوتنج ازاي، اوكي، او هو بيفكر ازاي في موضوع الراوتنج ده. هنا بيقول لك ايه، اي بي راوتنج ديليفرز IP packet from the sending host to the destination host. شغلانة الراوتنج ايه؟ هو مبدئيا احنا قلنا قبل كده 100 مرة راوتنج يعني ايه؟ select the best path. تمام؟ معناه ان يختار احسن طريق من السورس للديستنيشن. جميل، فهنا الاي بي راوتنج بيعمل ايه؟ هو بيدليفر الاي بي باكيتس من السندنج سورس او السندنج هوست للسندنج ديستنيشن، او سوري الديستنيشن هوست. ماشي، فانا عندي هنا هوست A وهوست B، ودولت موجودين كده في نفس اللام مع بعض، وعندي في نفس اللام برضو في الراوتر اللي هو اكت از جيت واي. قلنا بيأكت از ديفولت جيت واي، او اللي هو نقطة خروج اي هوست من النتورك، وبعد كده ال R1 ده كونكتد بي ريست اوف ذا اي بي فيرجن 4 نتورك. تمام، ماشي. فهنا انا عندي حالتين، عندي حالة لو هوست ايه دوت عاوز يكلم لوكال هوست اللي هو هوست دي، وعندي حالة لو هوست ايه عاوز يكلم ريموت هوست اللي هو اي حد بره بعد الراوتر دوت، كأنه طالع على الانترنت as an example، او هوست بي دوت سيرفر مثلا بتاع فيسبوك او اي حاجة. step 1 if the destination is local send directly. يبقى احنا هنا عاوزين نفهم ايه؟ عاوزين نفهم اللوجيك بتاع الهوست. فهنا اللوجيك بتاع الهوست بيقول لك ايه، لو الديستنيشن اللي هبعت له هو local destination find the destination host's MAC address use the already known ARP أو address resolution protocol اللي هو الARP table entry or use ARP messages to learn the information. بمعنى ان انا لو عاوز ابعت حاجة locally فانا محتاج الماك address بتاع اليوزر. طيب الماك address بتاع اليوزر هجيبه ازاي؟ هجيبه من خلال الARP request، هبعت ARP واجيبه. وبعد كده بعد ما جبت الماك خلاص بتاع الهوست دي، encapsulate the IP packet in the data link frame with the destination data link address of the destination host. يعني احط الديستنيشن ماك بتاع الراجل دوت، واحط الديستنيشن اي بي في الباكت وفي الفريم في الماك، ويبقى انا كده اقدر اطلع الداتا من ال دي على طول، يعني مش محتاج الراوتر في اي حاجه. طيب step 2 if the destination is not local sent to the default gateway. ده اصلا هو اي operating system programmed كده، يعني سواء ويندوز اندرويد ابل اي او اس اي حاجه، هو programmed بالمنظر ده، باللوجيك ده، بالمنطق ده. find the default gateway's MAC address use the ARP برضو. يعني انا دلوقتي ايه عاوز يبعت لي R1 الماك بتاعها، فمحتاج الماك بتاعها، هيجيبه برضو بالARP. encapsulate the IP packet in a data link frame with the destination data link address of the default gateway. يعني هيحط هنا destination MAC. طبعا destination IP هو بتاع الفاينل destination زي ما احنا اتفقنا كذا مرة قبل كده.
اوكي جميل. طيب اللوجيك ايه بقى بتاع الراوتر نفسه؟ الراوتر نفسه بيفكر ازاي؟ احنا كده عرفنا الهوست بيفكر ازاي، طيب الراوتر بقى بيفكر ازاي؟ For each received data link frame choose whether or not to process the frame process it if. يعني هو الاول اول ما بيستقبل اي فريم اول حاجه بيفكر فيها انا هعمل بروسيسنج للفريم دوت ولا لا. طب هو بيعمل له بروسيسنج بناء على ايه؟ بيبروسس الفريم دوت في حاله if the frame has no errors، ما فيهوش اي errors، there the data link trailer frame check sequence field، يعني الفريم نفسه سليم. جميل. تاني حاجه the frame's destination data link address is the router's address or an appropriate multicast or broadcast address. يعني ايه؟ يعني هو الراوتر هنا لو بي سي اي اللي هو كان في الرسمه اللي فاتت بعت، او الراوتر استقبل ترافيك من بي سي اي بس الديستنيشن ماك مش هو بتاع الراوتر، لا مش هستقبله، هرميه، هعمل له ريجكشن، هرفضه، او ان هو يكون جاي multicast او ان هو يكون جاي برودكاست هستقبله برضه مفيش مشكله. تمام. طيب تاني خطوه بيعملها if choosing to process the frame at step 1 de-encapsulate the packet from inside the data link frame. يعني بيشيل، احنا قلنا الفريم بيجي جواه باكيت وهنا اللاير 2 هيدر واللاير 2 تريلر، هو بيقول شايل دولت وياخد الباكيت اللي في النص ديت. دي الخطوه رقم 2. طب الخطوه رقم 3 make a routing decision، بياخد قرار في الراوتنج. to do so عشان يعمل كده compare the packet's destination IP address to the routing table. هو هنا الباكيت ديت جواها destination IP، بياخد الdestination IP ده هوت اللي هو الdestination IP وهقارنه بحاجة اسمها routing table. الrouting table دوت موجود جواه كل العناوين، كل الروتس، كل الdestinations اللي انا عارف اوصل لها كراوتر. تمام. and find the router او find the route ذات ماتشز، بيشوف الطريق اللي بيناسب او ماتشز اللي بيطابق ذا ديستنيشن ادرس. This route identifies the outgoing interface of the router and possibly the next hub router. يعني هنا انا لقيت في الراوتر بتاعي ان الديستنيشن اي بي دوت انا عارفه، فبيبتدي الراوتنج تيبل كمان بيبقى موجود جواه معلومات مين النكست هوب اللي هبعت لها الترافيك وانهي اكزيت انترفيس اللي خرج عليه الترافيك. خلي بالك هو الهدف الاساسي ايه؟ الراوتر عاوز تيجي له الباكت يطلعها على انترفيس تاني يخرجها ويخرجها في الطريق الصح، ده اللي هو عاوزه. يبقى هو في النهايه خالص بيعمل قصه الراوتنج ويعمل الراوتنج تيبل ليه؟ لمجرد ان هو يعرف يوصل فين الديستنيشن بتاعي او الباكت اللي رايحه للديستنيشن دوت اخرجها على انهي انترفيس. تمام كده؟ الباكت اللي رايحه للديستنيشن خرجها على انهي انترفيس. encapsulate the packet into a data link frame appropriate for the outgoing interface. يعني على حسب نوع الانترفيس، والله عند انترفيس سيريال، عند انترفيس ايثرنت، عند 4G 3G واي فاي، اي حاجه. اوكي. when forwarding out LAN interfaces use ARP as needed to find the next device's MAC address. طبعا انا لو النكست هوب بتاعي على ايثرنت انترفيس، يعني الراوتر اهوت واصل براوتر تاني بايثرنت انترفيس، يبقى انا محتاج اجيب الماك ادرس بتاع النكست هوب دوت، فببعت له ارب ريكويست ترانزميت. خامس حاجه بعد بقى ما اجمع كل الكلام دوت وخلاص واكون الفريم الكامل، ترانسميت ذا فريم اوت ذا اوت جوينج انترفيس as listed in the matched IP route. تمام. فبخرجه على الاكزيت انترفيس بقى اللي مكتوب فيه الراوتنج تيبل. يبقى تاني كده مراجعه سريعه، انا راوتر اهو بيجي لي فريم او بيجي لي باكيت او فريم، يعني بيجي لي فريم بلاير 2 هيدر، ببص جوه الفريم اول حاجه اتاكد منها ان الديستنيشن ماك بتاع الفريم دوت انا، او ان الباكيت ديت مالتي كاست او برودكاست من الحاجات اللي مسموح بيهم، ودي حاجه ادفانسد شويه في السي سي ان بي وفيما بعد يعني. وبعد كده ابتدي اشوف، اول ما اقرر خلاص ان انا ينفع استقبل الفريم دوت ابتدي اشيل
اللاير 2 هيدر واللاير 2 تريلر واطلع الباكت. الباكت هبص جواها على الديستنيشن اي بي، هاخد الديستنيشن اي بي دوت هدور عليه في جدول العناوين اللي عندي اللي هو اسمه راوتينج تيبل. كل انتري في الراوتينج تيبل اسمه روت او طريق لديستنيشن معين. الروت دوت بيحتوي على مين الاكزيت انترفيس اللي انا المفروض اخرج عليه الترافيك علشان اقدر ان انا اوصل للديستنيشن دوت، ومين النكست هوب، النكست هوب اي بي. بناء على المعلومات ديت ابتدي اخرج اجهز الفريم تاني بحيث ان انا احط له لير 2 هيدر جديد مناسب للنكست هوب بتاعتي، واخرج الفريم في طريقه من راوتر لراوتر بقى لحد ما يوصل للديستنيشن. تمام كده؟ فهنا اهو بيوريك صوره توضح لك اكتر الموضوع ده. هو بص كده معايا، ماشي، ادي الخطوه الاولى، ادي بص ايثرنت انترفيس اهو الداخل وطالع على اتش دي ال سي، اوكي سيريال انترفيس، وده الراوتر بتاعي اللي هو المربع ده. فانا هنا جالي الفريم، الخطوه الاولى جالي الفريم، ببص على الايثرنت هيدر وتريلر، اتاكد الاول من الايثرنت تريلر اللي فيه الفريم تشيك سيكونس ان الفريم دوت صح مش غلط. ثم باجي على الماك ادرس اللي في اللي هنا في الديستنيشن ماك، اتاكد انه بتاعي خلاص تمام، اتاكدت من كل دوت. اخش على الاي بي هيدر، اخد بقى الاي بي هيدر او عموما الباكت على بعضها اللي هي الاي بي هيدر بالداتا باللير 4 هيدر بالكلام دوت زي ما عرفناها قبل كده، وابتدي اخد الديستنيشن اي بي ابص عليه في الراوتنج تيبل. طيب لقيته، ابتدي امشي على البروسيس اللي بعد كده ان انا اعمل تاني ري انكابسوليشن للفريم، احط له على حسب بقى انا خارج على انهي انترفيس. انا خارج على انترفيس سيريال اتش دي ال سي بروتوكول، فهحط له اتش دي ال سي هيدر وابتدي ابعته على الانترفيس ده. طيب النقطه الثانيه بقى، احنا قلنا ان هي باخد ديستنيشن اي بي بدور عليه في الراوتنج تيبل، لو لقيته بكمل على الستبس اللي بعد كده. طب لو ما لقيتوش بعمل دروب للداتا، برمي الباكت ديت في الزباله. تمام كده، اوكي ماشي. انت هنا بقى لو قريت الكلام دوت وهو اللي موجود في الكتاب هتلاقي بيشرح نفس اللي احنا قايله. اي بي فيرجن 4 نتورك يوزد تو شو 5 ستيبس راوتنج اكزامبل. هنا النتورك ديت هو هيشرح عليها دلوقتي، خلينا كده نبص عليها سريعا. انا عندي هنا R1 R2 R3، وعندي مع R1 في سبنت، مع R2 في لان، ومع R3 في لان، وفي هنا point to point interfaces ما بين R1 R2 R3، وكل point to point interface ليه السبنت بتاعته اهي. تمام، هنا بص هو بيكتب بقى السبنت برضو ازاي. عادة واحنا حتى بنكتبها كده في اللابات وفي كل حاجة بنكتب السبنت كده فوق هنا السبنت اي دي او النتورك اي دي. احنا خلاص بقى عرفنا الكلام دوت، بنكتب النتورك اي دي بالسبنت ماسك، ثم بنكتب هنا ايه ارقام الهوستس اللي احنا ظاهرينهم. فدوت يعني ده اي بي هو ايه 172.16.1.9/24، ودوت اي بي هو 172.16.1.1/24، وهكذا على بقيه السبنت. هوست A sends packet to host B. خلينا كده نشوف فين هوست A وهوست B. ادي هوست A وادي هوست B. جميل، ايه بقى اللي بيحصل؟ هوست A IP هو زي ما احنا كنا قلنا 172.16.1.9/24، والجيتوي بتاعته 172.16.1.1 اللي هو IP الراوتر. هو هيبعت ARP request، هو عاوز يبعت لهوست بي. هو هيسأل نفسه هو هوست بي دوت معايا في الراوتنج معايا في نفس السبنت ولا لا. هيعرف منين؟ خلينا كده نفكر فيها. هو هيعرف منين؟ بص خلينا كده نكتب الاي بي هات من وجهة نظر الهوست ده. الهوست دوت انت قلت له انت الاي بي ادرس بتاعك 172.16.1، تمام، ثانية واحدة بس، 172.16.1.9
/24. هو هيبتدي يفكر ازاي؟ هيقول لك دوت /24، معنى كده ان النتورك اي دي بتاعي 172.16.10/24. جميل. يعني اي يوزر معايا في نفس السبنت ديت لازم يبقى اول 24 بت عنده زي عندي بالظبط. طيب وبعد كده تبتدي انت تجيله مثلا تقول له بينج 172.16.16.2.9 اللي هو بي سي بي سلاش 24. هو يبتدي يقول ايه؟ طبعا انت مش هتقول له يعني سلاش 24، انت هنا فعليا ما بتقولوش سلاش 24. هو هنا يبتدي يفكر يقول ايه؟ احنا لسه قايلين هو لسه وصل لاستنتاج بناء على السبنت ماسك اللي انت اديته له ان اي يوزر معاه في نفس اللان لازم اول 24 بيت يبقى متشابهين. فيبتدي هو يبص على الديستنيشن اي بي 172 شبهي، 16 شبهي، 2 لا مش شبهي. معنى كده ان اليوزر دوت مش معايا في نفس السبنت. ليه؟ لان السبنت بتاعتي النتورك بارت فيها 24 بت، يعني لازم عشان اليوزر ده يبقى معايا يبقى على الاقل اول 24 بت متساويين زي بالظبط. ما دام هنا اول 24 بت في الديستنيشن مش هم اول 24 بت بتوعي، معنى كده ان الديستنيشن دوت في نتورك مختلف. ما دام في نتورك مختلفه هو الويندوز بروجرامد او اي اوبريتنج سيستم بروجرامد، ادام النتورك مختلفه يبقى الهوست دوت لازم يبعت للجيت واي بتاعه اللي هو في الحاله دي R1. جميل كده. فهو هيروح ايه؟ هيروح البي سي دوت، طبعا هيبعت ماك، هيبعت ارب ريكوست يسال الجيت واي بتاعي الماك بتاعه ايه. هو عارف الجيت واي لان انت مدخله له او واخده بالدي اتش سي بي. فهيبتدي يسال يا جماعه ال 172.16.1.1 الماك بتاعه ايه. فيبتدي الراوتر يرد يقول له انا الماك بتاعي اهوت. جميل قوي. فانا دلوقتي البي سي هو ايه دوت؟ انت جيت قلت له زي ما احنا قلنا بينج 172.16.2.9. يروح هو عامل ايه بقى؟ مكون باكت بتاعت البنج حاطط فيها الديستنيشن اي بي اللي هو الاي بي بتاع بي سي بي، السورس او الديستنيشن ماك الماك بتاع الجيت واي، الماك بتاع الجيت واي. تمام كده. وبالتالي لما الترافيك يطلع او لما الباكت ديت تطلع، الباكت ديت هتوصل للراوتر الناحيه الثانيه. يبتدي هنا بقى الراوتر يعمل الراوتنج لوجيك بتاعه اللي احنا لسه شرحين. فالراوتر هنا زي ما احنا قلنا هيراجع تاني على الستيبس بس بشرحها باستفاضه شويه. بيبتدي يبص كده على الفريم تشيك سيكونس بتاع الهيدر والديستنيشن ماك ويتاكد ده الديستنيشن ماك ده انا. طيب هو الفريم ده اصلا سليم؟ عرفت منين؟ من الفريم تشيك سيكونس هنا. تمام، اللي هو الايرور ديتكشن ميكانيزم. وبالتالي انا اول خطوه عدت، تمام، ستيب 1 اوكي، انا هبتدي استقبل الفريم ده. طيب الخطوه الثانيه هبتدي اشيل بقى اللاير 2 هيدر ده، ما عادش يلزمني في حاجه، خدت منه مصلحتي، وابتدي ابص على الاي بي باكت، ابص على الديستنيشن اي بي. يبقى انا كده هبص على الديستنيشن اي بي. طيب ثالث خطوه ادخل بقى عندي في حاجه اسمها راوتنج تيبل، هنشوف شكله بالظبط ازاي دلوقتي، بس هو شكله هو بيحتوي المعلومات ديت اللي قدامنا دي. هبتدي ابص كده 172.16.2.9، ابتدي كده ادور 172.16.1، لا مش هو 172.16.2.0/24. ده سلاش 24 اللي عندي، الانتري اللي عندي سلاش 24. الانتري ده جالي ازاي؟ هو ده اللي احنا هنشرحه في كل الحلقات الجايه. يعني معاك مثلا بتاع 7-8 حلقات او ممكن اكتر كمان في القصه دي عن طريق الراوتنج بروتوكولز، راوتنج بروتوكولز. لكن المهم ان هو عندي، انا عرفته في الراوتنج تيبل. هبتدي ابص 172.16.2.0.2.9 شبه ال 2.0 ده تبع السبنت دي. تمام كده. طيب هي انا ايه بقى الداتا اللي عندي للسبنت ديت؟ الراوتنج تيبل بيقول لي عن طريق اللي اتكون عن طريق الراوتنج بروتوكولز زي ما هنشرح، بيقول لي لو انا عاوز اروح للسبنت ديت 172.16.2.0/24
ده النكست راوتر بتاعي، يعني ده الاي بي اللي انا محتاج ابعت له كنكست هوب، ودوت الاكزت انترفيس. فانا هنا هاجي على سيريال 0 على 0، هطلع الفريم على هنا للراوتر اللي عندي اللي واصل على الانترفيس دوت، الاي بي هو 172.16.4.2. طيب هل معنى كده ان انا ادام عرفت اي بي النكست هوب ان انا هغير الديستنيشن اي بي اللي جوه الباكت؟ لا مستحيل. لكن لما اجي ابني في الخطوه الجايه بقى اللير 2 هيدر، هاخد في حساباتي ان النكست هوب اللي هو الاي بي اللي احنا لسه قايلينه اللي هو كان 172.16.4.2. طيب بما ان دوت اتش دي ال سي يعني سيريال، فانا مش فارقه معايا اي بي النكست هوب، فلان اصلا ما بحطش اي ديستنيشن ادرس هنا في ال اتش دي ال سي. طيب هو يفرق معايا امتى؟ لو انا مثلا عندي فاست 0 على 0 دوت اللي واصل عليه الراوتر، والراوتر هنا اي بي هو 172.16.4.2 كده، علشان اكون هنا بقى في الحاله دي مش هيبقى فيه اتش دي ال سي، هيبقى فيه ايثرنت فريم. عشان احط الديستنيشن ماك لازم الراوتر دوت يبعت ارب ريكويست للراوتر الثاني جاره اللي هو مثلا ار 2، يقول له لو سمحت مين صاحب او الماك ايه بتاع الاي بي ده، فيرد هو عليه يقول له الماك مثلا وحايد، اقوم واخد الوحايد اللي هو الديستنيشن ماك ده واتحطه هنا. اوكي، عشان كده النكست هوب مهمه جدا في الراوتينج تيبل. طيب فهنا بص اهو بيشرحها لك. في حاله بقى ان الاكزت انترفيس كان معاك جيجا او اي ايثرنت تكنولوجي، لازم في الحاله دي ان انا اجيب الديستنيشن ماك بتاع النكست هوب دوت واحطه، ادي الارب تيبل اهو اتبعت ارب للديستنيشن دوت اللي هو هنا اي بي هو كان 172.16.6.2، جبت الماك ادرس بتاعه، وبناء على كده حطيت الديستنيشن ماك في الهيدر بتاعي وبعت له الترافيك. طب سؤال هنا مهم جدا، هو انا فعليا انا اللينك دي مش هي ما عليهاش غير راوترين بس، طب وانا ليه محتاج الديستنيشن ماك؟ طب ما انا مجرد ان انا هطلع الباكت زي البي بي بي والاتش دي ال سي زي ما احنا كنا شرحناها قبل كده، مجرد ان هطلع الفريم هو هيوصل هنا، ليه محتاج الديستنيشن ماك؟ بص هي قاعده الايثرنت شغال ازاي. الايثرنت الديفولت بتاعه مش انه بوينت تو بوينت، الديفولت بتاعه انه مالتي اكسس. مالتي اكسس يعني ايه؟ يعني الطبيعي بتاع الايثرنت ان هو بيكونكت بوينتس مختلفة كتير، مش بوينت واحدة او مش اتنين بس. فايفن لو انت موصل عليه اتنين، لا هو لازم يعرف الماك ادرس بتاع الديستنيشن. مستحيل تحت اي ظرف من الظروف ان الايثرنت يتبعت من غير ديستنيشن ماك ومن غير سورس ماك، دي قاعدة ثابتة، هو ما ينفعش اصلا يشتغل غير كده. تمام كده؟ طيب ايه بقى الكونتنتس بتاعت الراوتينج تيبل؟ الراوتنج تيبل بيبقى موجود جواه شوية معلومات زي ايه؟ هو عموما الراوتنج تيبل بيبقى موجود جواه كل الروتس بتاعتي بتاعت الراوتر. خلي بالك هنا احنا بنتكلم على الراوتر فانكشن او الوظيفة بتاعت الراوتر. طيب الراوتس يعني ايه؟ الراوتس ببساطة يعني كل الطرق اللي انا بعرفها لكل الديستنيشنز اللي انا اعرفها، زي بالظبط جوجل مابس لما انت بتيجي تدخل ديستنيشن عليه بيديك الطريق للديستنيشن دوت. فهو لازم الاول يكون عارف فين الديستنيشن دوت، ولازم يكون عارف ايه الطرق المتاحه. طيب انواع الديستنيشنز ايه اللي بتبقى موجوده في الراوتنج تيبل؟ في عندي كونكتد راوتس، يعني الحاجات اللي واصله براوتري نفسه اللي هي دراعاته اللي هي الكونكتد انترفيسز بتاعته اللي انت بتكونفجرها، بتيجي تحت الانترفيس في الراوتر زي ما هنشوف في اللاب وتقول له اي بي ادرس، او زي ما شفنا في اللاب بتاع الانترفيلان راوتينج بتاع السويتش. طيب وايه تاني اللي موجود؟ والاستاتيك راوتس،
نوع من الراوتس انا بعرفها ستاتيك، يعني هي بتبقى ثابته. طب وايه كمان؟ والراوتس اللي بتجيلي بالراوتينج بروتوكولز زي ما هنشرح قدام، وديت بسميها دايناميك راوتس. يبقى انا بيبقى عندي كونكتد راوتس، ستاتيك راوتس، ودايناميك راوتس. كل دولت في النهايه عباره عن ايه؟ في النهايه هم برضو عباره عن راوتس. الفكره بس انا عرفتهم منين، لكن هم في النهايه عباره عن راوتس بيدلوني لما الباكت تجيلي اطلعها على انهي اكزيت انترفيس وناحيه انهي نيكست هوب. تمام كده؟ هنا هنشوف الكونكتد راوتس. نبتدي باول نوع، هنتكلم المره دي ان شاء الله عن كونكتد راوتس، وفي نفس الشابتر بس في الحلقه الجايه ان شاء الله عن الاستاتيك راوتس. بعد كده هنتكلم عن ترابل شوتينج، يعني شويه برضو كونسبتس للراوتينج. وبعد كده هنبتدي نتكلم عن الدايناميك راوتينج بدايه من البارت الجاي اللي هو بتاع الاو اس بي اف ان شاء الله. اوكي طيب، سامبل نتورك تو شو كونكتد راوتس. انا هنا عندي بيقول لك ايه، اسيسكو راوتر اوتوماتيكلي ادز ا راوت تو اتس راوتينج تيبل فور ذا سبنت كونكتد تو ايتش انترفيس. يعني انا عندي مثلا ار 1 دوت، هو اوتوماتيكلي كده عنده جيجا 0 على 0، انا عملت له كونفيجريشن بالسبنت ديت اللي هو اي بي ادرس 172.16.1.1/24، هيقوم هو ضايفه اوتوماتيك في الراوتنج تيبل از لونج از ايه، ان الانترفيس دوت اب. لو الانترفيس اب داون او داون داون او ادمنستريفلي داون، لا مش هيتحط في الراوتنج تيبل. طيب وعنده السيريال دوت وكونفيجرد بالسبنت ده هيحطه، وعنده السيريال دوت وكونفيجرد بالسبنت ده هيحطه. اوكي ذا انترفيس از ان ا وركينج ستيت، ده شرط بقى ان هو يحطه، ان الانترفيس از ان ا وركينج ستيت يعني اب. ان اذر ووردز انترفيس ستاتس ان ذا شو انترفيسز كوماند ليست الاين ستاتس اوف اب اند بروتوكول اوف اب. ذا انترفيس هاز ان اي بي ادرس اسايند ثرو اي بي ادرس انترفيس سب كوماند، اللي هو الكوماند بتاع اي بي ادرس. فانا المفترض هنا هاجي ادي عندي انترفيس اهيت حطيت لها اي بي هات، وطبعا لازم يكون معمول لها نو شت داون. هلاقيها بص نزلت اوتوماتيكلي في الراوتنج تيبل. هنشرح بتقرا ازاي الراوتنج تيبل دوت قدام، الانتري دوت بكل تفاصيله هنشرحه ازاي، لكن انت بتشوف ازاي الراوتنج تيبل بتقول له شو اي بي راوت. تمام طيب، طبعا الراوتر برضو بيبقى عنده ارب تيبل، لانه اي حد واصل عليه على ايثرنت لازم يكون عارف الماك بتاعه. فبشوفه ازاي شو اي بي ارب، بيقول لي ادي الاي بي وادي الماك بتاعه وواصل على انهي انترفيس، وادي الاي بي التاني اللي هو 1.9 وادي الماك بتاعه واصل على انهي انترفيس. ايدج تايم دوت قدامه قد ايه الارب دوت لو انا ما استخدمتوش عشان امسحه. فهنا الانتر التاني دوت قدامه 35 دقيقه، الانتر الاولاني دوت ملوش ايدجنج. ليه؟ الانتر الاولاني دوت بتاع الانترفيس بتاع الراوتر نفسه. خد بالك كده من الاي بي ده 172.16.1.1، هو الاي بي بتاع الانترفيس دوت، وال 172.16.1.9 بتاع هوست ايه، فهو اتعلم الماك بتاع هوست ايه اهوت، ده الاي بي بتاع هوست ايه وده الماك بتاع الهوست ايه وده الانترفيس اللي وصل عليه هوست ايه، وخلال 35 دقيقه لو ما استخدمش الماك دوت هيمسح الارب. طب هو بيعمل كده ليه؟ عشان يفضي الرامات. طب لو انا احتجته قدام هعمل ايه؟ احتجت ابعت له حاجه، ابعت له ارب ريكويست من جديد. تمام طيب، هنا بقى انا هقف لحد هنا النهارده، وبدايه من المره الجايه ان شاء الله هنتكلم عن موضوع الاستاتيك راوتينج دوت بالتفصيل. شكرا جدا ليكم، اشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناه وتعمل لايك وشير للفيديوهات. شكرا، سلام عليكم.